موجز العاشرة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. بدعوة من الرئيس الجزائري، يشرع اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة رسمية إلى الجزائر قبل أن يتوجه إلى تونس. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريح للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الزيارة التي تستغرق يومين تهدف للتنسيق بين فلسطين والجزائر بشأن تطورات القضية الفلسطينية، وتندرج ضمن التحضير للقمة العربية التي تنعقد بالجزائر شهر مارس المقبل. في تونس، حذر الاتحاد الوطني العام للشغل مما اعتبره منعرجا لا تعرف مآلاته، فيما ينتظر التونسيون الإعلان عن التواريخ التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد بالنسبة للإجراءات التي أقرها قبل 4 أشهر وبدء الحوار الوطني المنتظر. كشف المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن مشاورات حثيثة يجريها مع الأطراف كافة لوضع اللمسات الأخيرة على مبادرة يقول إنها ستضع حداً للأزمة في ليبيا بشكل نهائي. وفي غضون ذلك، قال عضو اللجنة العسكرية الليبية 5+5 الفريق فرج صوصاع إن اللجنة ستتوجه إلى موسكو للغرض ذاته التي شكل محور الزيارة إلى تركيا، ألا وهو سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وفق الخطة الموضوعة، على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف مراقبين دوليين ومحليين. يأتي ذلك بعد أسبوع من اجتماع شبيه مع ممثل دول الجوار الإفريقي جرى عقده في تونس، وتم خلاله الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج مرتزقة والمقاتلين بكافة تصنيفاتهم ممن ينتمون لهذه الدول من الأراضي الليبية. كشفت وكالة الأنباء السعودية عن اتفاق جرى بين الرياض وباريس بشأن ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإصلاحات شاملة في قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود. وجاء في بيان مشترك بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخليج أن الرياض وباريس اتفقتا أيضاً على إنشاء آلية مشتركة للمساعدة الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني. اتسعت رقعة الإصابات بالمتحور الجديد أوميكرون في معظم دول العالم ليصل إلى 38 دولة حتى الآن، وهو ما دفع هذه الدول للرفع من حجم جهودها لاحتواء الوباء، فيما أجبر دولا عديدة على العودة إلى فرض تدابير احترازية كانت تظن أنها لن تعود إليها مجددا. إلى ذلك، رجحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستا لينا غورجيفا انخفاض توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي بفعل ظهور متحور أوميكرون الجديد. غورجيفا وخلال مؤتمر صحفي توقعت أن يقوض الانتشار السريع للسلالة الجديدة ثقة المستثمرين والحكومات في ضخ استثمارات جديدة. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أكتوبر الماضي نمو الاقتصاد العالمي بحدود 5.9% هذا العام و 4.9% العام المقبل. في خبر آخر، ثار بركان سيمبيرو بشرق جزيرة جاوة في أندونيسيا متسبباً بإحداث طبقة كثيفة من الدخان والرماد غطت المنطقة المحيطة به، ما دفع الآلاف إلى الفرار من منازلهم. ويظهر مقطع فيديو نشرته هيئة الإسكان تصاعد دخان كثيف خلف حالة من الذعر وسط القرويين ودفعهم إلى الفرار من منازلهم. وذكرت الهيئة الوطنية للكوارث الطبيعية في أندونيسيا أن أنه لم يتم الإبلاغ عن ضحايا، لكن عمال الإغاثة اضطروا إلى إجلاء سكان بعد أن وصلت تدفقات الحمم البركانية إلى قراهم. في الرياضة، تمكن المنتخب الجزائري من الإطاحة بنظيره اللبناني بنتيجة هدفين دون رد لحساب الجولة الثانية في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب الجارية بقطر. وبهذا ضمن أشبال مجيد بوغرة تأهلهم رسمياً إلى ربع نهائي المنافسة رفقة المنتخب المصري، فيما أقصي منتخب لبنان والسودان.
نهاية الموجز. إلى اللقاء.